12 سي سي. حضرتك بتقول قدمت انذار النهارده على يد محضر، ايه بخصوص ايه والله؟ ده هو بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك الانذار ده مقدمينه انذار على يد محضر في السيد رئيس الوزراء السيد عصام شرف، وبخصوص السيد منير فخري عبد النور وزير السياحه. وده بخصوص ما يفعله الان السيد وزير السياحه، لان هو عايز بيخرج المسيحيين العاملين بوزاره السياحه اشراف على بعثات الحج، وكل اللي خرجوا على المعاش من المسيحيين في وزاره السياحه من 2007 لحد 2011 بيديهم 7000 جنيه كل شهر عن السنه كبدل قداس. 7000 جنيه، وقال لهم من سنه 2011 يخليها 20000 جنيه. من ضمن الناس اللي صرفوا ال 7000 جنيه سيدة سيور عازر، ويطلع يكذبنا الراجل ده واخد حضرتك. فهو راجل بيشي، احنا قدمنا الانذار ده لان ده اثاره للنعرات والفتن الطائفيه وعصبيات في وقت في البلد مش محتاجه فيه حاجه زي كده، وبيثير الفتن والفتنه الطائفيه في مش عارف هو، انا مش عارف هو عايز ايه بالظبط. يعني لماذا في هذا التوقيت بالذات يخرج المسيحيين اشراف على بعثات الحج؟ بأني شرع وبأني منطق وفي أني عقل لحد يعمل حاجه زي كده؟ انا مش فاهم. فقدمنا الانذار وخد رقم انذار على يد محضر برقم 10546 بتاريخ النهارده، وقدمنا بكده بلاغ للسيد النائب العام برقم 8395. بتقول ايه في البلاغ او بتقول ايه في الانذار؟ والله الانذار حضرتك، الانذار مرفق موجود معانا، بنقول حضرتك الانذار اهو. تمام. تقدر معاك تصوره. بيقول ايه بقى؟ معلش. ان هو كان صرح في جريده الجمهوريه بتاريخ 21/4/2011 انه من حق المسيحيين انه يسافروا للاشراف على بعثات الحج. تمام. طب انا عايز افهم دلوقتي، هو يعني لماذا في هذا التوقيت، ولماذا هذا الرجل يثير هذه الفتن، وفي اي وقت، ويعني من امتى احنا بنسمع او نرى ان المسيحيين يخرجوا للاشراف على بعثات الحج؟ يعني في انهي منطق؟ فده راجل عايز يثير الفتنه، فاحنا عرفنا كده بهذا المنطق من الذي يريد ان يثير الفتنه الطائفيه، ومن الذي يريد ان يثير العصبيات والنعرات في البلد. فمجرد ان هو يمسك وزير سياحه يطلع لنا المسيحيين اشراف على بعثات الحج، ده بيضر بالعلاقات الدوليه بيننا وبين السعوديه. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اخرجوا المشركين من جزيره العرب، واللي في الدوله السعوديه تحرم ذلك، تحرم دخول المسيحيين الى مكه. تمام. ده بيضر بعلاقات الجوار وبيصير ما السبب في ذلك ابتداء؟ ما السبب في ذلك؟ انا مش عايز افهم. فانا يعني مش فاهم مش عارف يعني ايه، مش عارف افهمها، ومش داخله دماغ الراجل ده عايز يعمل ايه بالظبط. فاحنا عايزين نعرف هو ليه عايز يخرج المسيحيين اشراف على بعثات الحج، ومين اللي عايز يشيل الفتنه الطائفيه في البلد، ومين اللي عايز يشيل البلبله، ومين اللي بيكسب ورا كده في الوقت اللي احنا عايزين نهدي فيه البلد ونهدي فيه الناس ونهدي فيه من يعني شعره الفتنه الطائفيه اللي عايزينها. ايه يعني ما حدش يلعب عليها اكتر من كده يعني. شكرا يا استاذ. شكرا جدا يا باشا، الله يبارك فيك.